السلام عليكم اخوتي المغاربه، جمهور ديال السلاوي العزيز، تحياتي لكم وتنحبكم وتنموت عليكم وتوحشتكم بزاف. والصراحة الله هذا هو حق الله، توحشت الجمهور ديالي العزيز اللي تيحبني وتيموت عليا، وكما انا تنحبكم وتنموت عليكم وتوحشتكم واشتقت لكم والله القسم. ولكن ما تديوش عليا اخوتي، لا تغيبت عليكم، راه انا عندي ظروف خاصه وعندي عمل ديالي تنقوم به كما عالمين نتوما مع الشركه ديالي، ما خصنيش نغيب، وعندي التزامات خصني نأديهم مع الوالدين ومع الحباب ومع الجيران ومع الخوت. هادشي علاش تغيبت عليكم اخوتي. واليوم انا ما جيتكمش بحال ديما جبت لكم شي قصه ولا شي حاجه، ولكن انا عندي واحد ثلاثه د الحالات اللي هما طارئين. نتوما عارفين ان هاد الايامات كنت مشغول مع داك العفو الملكي، وكنت كنسلم على الناس خوتي اللي خرجوا واللي اتصلوا بيا وتوحشتهم حتى هما، وتباشرت انا وياهم وتباشروا معايا. هادشي علاش غيبت عليكم اخوتي، حتى انا عندي ظروف خاصه. وتنحييكم وتنعاود نجدد لكم عواشر مبروكه اخوتي. وانا بقوه الحالات اللي تيجيوني، عندي بزاف ديال الحالات اللي خصني ندوي عليهم، داكشي علاش ما مساليش القصص الاجرام. كاين القصص بزاف، ولكن خصني نسبق هاد الحالات هما الاولين، لان حالات كيتعذبوا وكيقاصيو مساكن وكيتمحنوا داخل السجون، ما خصنيش نتخلى عليهم، حيت انا واحد منهم. وتا انا كنت كنقاصي وكنت كنتعذب ودزت من دوك المراحل اللي تيدوزو منهم هما دابا، وما خصنيش نتخلى عليهم. الا تخليت عليهم اذن انا راه معي، انا ما عطاونيش، ان انا ماشي راجل، ان انا ما عمري عرفت دوك الناس ولا عمري دوزت معاهم ولا شي حاجه، بحكم انني دوزت مع دوك الناس وشاركت معاهم الحاره والحلوه والمره، وشاركت معاهم الطعام، وشاركت معاهم الحباب ديالهم والعائلات ديالهم، تنزورو زياره وحده وتنشوفو بعضياتنا، المهم شاركنا كل شيء. هادشي علاش ما خصنيش نتخلى عليهم اخوتي في هاد الظروف اللي هما مساكن كيتمحنوا فيها وكيتعذبوا فيها. هذا هو المبدا ديالي انايا، وانتم عارفين التوجه ديالي. ما خصنيش نتخلى على خوتي المساجين اللي عندهم الحبس الطويل واللي كيعاني واللي كيقاسي واللي كيتمحنوا. وكنطلب منكم اخوتي اللي كيشوف معايا، كما تنقول لكم ديما، هاد الحالات اللي تكون عندي مؤثره وكتكون عند فيها تعذيب وكيكون فيها معاناه وكيكون فيها ماسي، تنطلب منكم باش تبارطاجيو معايا الفيديوهات ديالهم باش يوصل للمسؤولين، باش نقدر حتى انا نرتاح نفسانيا، ونقدر حتى انا نتفوه، ونقدر حتى انا نتباشر معكم بقصص ديال الاجرام. وكاين ما يكفي، كاين الخير والبركه باش نعاودوا لكم القصص. وباقي ايام الله طويله ان شاء الله، وباقي غادي نعاودوا القصص، وباقي القصص وانتم عارف القصص ديالي طوال بزاف، حيت نحط لكم داكشي بلي ديطاي. هادشي علاش انا كنقيل في الخدمه وكنجي متومر، ويلا كندوش ونصلي ونادي الواجب ديالي، ونشوف انا وليداتي شنو خاصهم، ونمشي نتقداو وكذا ونعطيهم يتقداو. المهم ما كنساليش. وتحياتي لكم اخوتي. اليوم جيتكم اخوتي بواحد الحاله اللي ديال واحد الصديق وواحد الاخ ديالي اللي هو من الشمال، وفي خاطر وليدات تطوان ووليدات الشمال كاملين تنحييكم اخوتي اللي كتعرفوا السلاوي، وراكم معروفين، راه كما كتعرفوني راه كنعرفكم، وراه ديما تنسميكم وانا تنبلغ لكم السلام. وبغيتكم تبارطاجيو معايا هذا الفيديو ديال خونا رشيد البوعناني. علاش؟ نظرا لانه مسكين كيتمحن دابا في سنين تولى الجوج، حنا تهنينا عاد ما قلنا حسن الجاوي مسكين تفكلو المشكل ديالو ومشى الحبس راس الماء. ها هو عاوتاني ناضو خويا البوعناني رشيد، عاوتاني اللي مسكين عنده مؤبد وضارب فيه 24 عام، وهما كيستفزوا اخوتي وباغين يخرجوا منه وتيهددوه، وداخل في اضراب عن الطعام. المهم مده دابا ديال 30 يوم، انا غادي نسمعكم المسائل باش تعرفوا. نتوما عارفين ديما، بلاش باش تعرفوا، نتوما عارفين خوكم السلاوي ديما تيجيكم بالدلائل داكشي هو هذاك من عند الاهل ديالهم. انا ما كنهش من الانترنيت ونجي نعاود لكم، انا كيتصلوا بيا العائلات ديال خوتي شخصيا، هما اللي كيطلبوا مني باش نحط هاد المعاناه ديالهم، باش الميساج يوصل والصوت ديالهم يوصل. نتوما خوتي
خويا البوعناني رشيد هو هذا كما تيعرفوا الجميع. هذا هو خويا رشيد البوعناني، ها هو رشيد البوعناني رقم الاعتقال ديالو بكل شيء ديالو، ها هو في خاطر وليدات الشمال تيعرفوا خويا البوعناني. وراه فايت ذكرتو في الفيديوهات ديالي تنقدم له التحيه، ودابا مسكين راه هو تيعاني مسكين. اذن خصني تكون الا كنت راجل خصني نكون متحد معاهم ضامن معاه باش الصوت ديالو يوصل للمندوبيه، الا كان المندوبيه ما فيش العلم ماشي في العلم ديال هذا الشيء. هذا انا قبل ما غنبدا نهضر غادي نسمعكم الصوت ديال العائله ديالو، والصوت ديالو هو كيهضر وكيوجه لكم الميساج وليا انا وليكم وللجميع باش الكل شي يفهم وكل شي يتضامن معاه وكل شي يتحد مع خويا كما اتحدتوا معايا وتضامنتوا معايا في حالات اخرين، بحال خويا حسن الجاوي، بحال محمد الخيضر، بحال حماد اللي مسكين مات في البيداغوجي في البيبي في سجل العواد، كما حالات اخرين بزاف. انا بغيتكم تضامنوا مع خويا رشيد البوعناني اللي هو من مدينه الطاون، وتحياتي لكم وتحيه للمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج ارض الوطن. نتوما خوتي باش كنطلب منكم اللي غيسمع لهذا الفيديو هذا كما ديما يحبس التلفازه ولا يحبس الموسيقى الا كانت تيتموسق، ويتصنت لهذه الحاله اللي هي كتبكي واللي هي كتالم بزاف كاع. هذا الشيء هذا ما خصوش يكون، انا كنجيبو لكم بالادله وكل شيء باش غادي نوجه لكم اخوتي الرساله. هانتوما اخوتي سمعوني مزيان، سمعوا هاد الاوديوات وانتوما حكموا الا كان هاد الشيء يجوز في دولتنا وفي بلادنا كبلاد مسلمه وحنا كمسلمين، اللي شي واحد يقبل على هاد الشيء يدوز على راي عليه او على شي واحد من عائلته الله اعلم. انا وخو ما نقبلش هاد الشيء يدوز على شي واحد ونبقى ساكت. الساكت عن الحق، تنعاود نكرر في هذا الفيديو هذا، شيطان اخرس وانا ما بغيتش نكون شيطان اخرس. الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير اخوتي المغاربه. بسم الله توكلنا على الله. اللي وصلنا عليا من تولاي جوج وقال لي قلت له قلت واحد من بيدي هضرت له على سي محمد السلاوي، شنو قلت له؟ قلت واحد بنادم كيطلع سلاوي دا بحال هكذا بدي ما كنتش عارف الاسلام الاسم ديالو. قلت له غير السي محمد السلاوي اللي هضرتي عليه، لا دار مع الحبس في سنترا راس. انا قبيلتي هضرت معاه في التليفون صون عليا من تولاي جوج وقال لي قلت له قلت واحد من بدي هضرت له على السي محمد السلاوي، شنو قلت له؟ قلت واحد بنادم كيطلع سلاوي وكذا بحال هكذا بدي ما كنتش عارف الاسلام الاسم ديالو. قلت له غير محمد السلاوي كيطلع فيديوز في اليوتيوب كيضرب على الحبس. قال لي هذاك صاحبي السي محمد وكذا ضارب مع سنترا. قول سنترا تينا قول السي محمد ما يضرب مع قول غير راشد بوناني ضارب معاك سنترا مي هزوك انتينا انتو الواحد وهزو انتو الجعبه وفكر واحد جيتو تينا ويا وانا نصرت لك الاوديو ديالو صار دو يعرف هو صاحبو السي محمد السلاوي صار لي النمره ديالو صار انا نصرت لك الاوديو ضار معاه. قول له هذا هو دختو بوعناني قول له راشد فهمتي. سمعتو خوتي هذا الاوديو هذا ديال ولد اختو كان تيهضر مع واحد الصديق ديالي باش يجيب النمره ديالي باش يتصل بيا باش يوجه لي هذا الاوديو وهاد المعلومات هادو اللي عندي دابا اللي غادي نحيطكم بها باش تفهموا شنو كاين. هادي قال هادي الاخت ديالو صيفطات ليا واحد النسخه من الشكايه، ما عرفتش واش هي اللي كانت صيفطات للمندوبيه ولا لا. المهم كتبات ليا هاد المعلومه هادي باش نفيدكم بها. يوجد شخص معتقل بسجن تولا الجوج بكناس تحت رقم الاعتقال 11631. أن شقيقي المذكور أخبرني عبر اتصاله أنه يعاني معاناة كبيرة جراء المعاملة السيئة التي يتلقاها من موظف الإدارة أسماؤهم منسق جمال رئيس المعقل عبد السلام، وحيث أنه لم تعد له قدرة على التحمل بسبب النزاعات المستمرة التي تحصل بينه وبين بعض الموظفين والظلم الذي يتعرض له وكذا التهديد، وحيث أنه جراء هذا الأمر دخل في إضراب عن الطعام وأصبحت حالته الصحية والنفسية سيئة جدا، والآن إنه مقاطع على الأكل لمدة 22 يوما لهدف ذهاب المسؤولين عنده للاستماع إليه لمعرفة طلباته ورفق
ورفقا به، انهم يعاملون انهم يعلمون انه في الاضراب، ولا زالوا يعاملونه بمعامله سيئه، ولم يهمهم امره، لم ياتي عنده احد. اتمنى ان تصل رسالتي الى الاشخاص الذين يستطيعون مساعدته قبل ان يصيبه اي مكروه، واخسر شقيقي وهو الذي عندي في هذه الحياه، انها مساله حياه او موت. سمعت اخوتي، هذه الاخت ديالو، باش الناس يستافدوا اكثر. راه البارح درت واحد الفيديو مع شوف تي في، ومسكينه واخا الاسلوب على قد الحال، ولكن قدرت توصل الميساج. انا قبل ما تدوت تصور مع شوف تي في ديجا هضروا معايا، وهضر معايا ولد اختها وولد اختو. هذا الشخص هذا ولد هانيت هو اللي هضر معايا، وراه هو اللي جاب النمره ديالي، هو اللي اتصل بيا، هو اللي هضر معايا، هو اللي عطاني هذه المعلومات كامله. صمت اخوتي، غنعاود لكم الاوديو ديال ولد اختو، وعاد من بعد نزيدكم عاوتاني. محمد السلاوي اللي دارتي غير دار مع الحاج سانترا، راه انا قبيلتي دارت مع التليفون صوب عليا من تولاجوج، وقال لي قلت له قلت واحد من بيديه دارت له سي محمد السلاوي. شنو قلت له؟ قلت واحد بنادم كيطلع سلاوي وكذا بحال هكا بيديه، قلت يعرف الاسلام الاسم ديالو، قلت له غير محمد السلاوي كيطلع فيديوز في اليوتيوب كيدار له الحاج. قال لي هذاك صاحبي سي محمد وكذا دار مع سانترا. قلت سانترا تينا، قلت سي محمد ما دار مع، قول له راجل بوني دار معك سانترا، مي هزوك انت انت الواحد، وهزو تولاج عبا وفكر واحد جيتو تيناويه، وانا نصرت لك الاوديو ديالو صار دو يعرف هو صاحبو سي محمد السلاوي، صار لي النمره ديالو صار لي، انا نصرت لك الاوديو دار معاه. قول له هذا ولد اختو بوعناني، قول له راسك فهمتي، هذا خوتي ولد اختو هو اللي كيهضر. كان اتصل بداك الدري، داك السيد اللي كنت ندوز معايا واحد الفيديو ديال واحد الفيديو اشرف ولد مالكه، كان طاح على النمره ديالو، اتصل به هو اللي عطاه النمره ديالي، هو اللي كان تيهضر معاه وسجل هذا الاوديو وصيفطو ليا. كيما اختو سجلات الصوت المكالمه اللي داز بينها وبين البوعناني وصيفطات ليا الاوديو، انا غنسمع عليكم دابا باش تسمعوا المعاناه ديال هذا السيد والالم ديال هذا السيد اللي كيتالم، اللي عنده مؤبد وضارب منه 24 عام وما طالب حتى شي حاجه اللي هي خارج القانون، طالب غير حقه. سمعوا اخوتي، غير هدا هدر دابا. امشي لي دابا كتشجم. اسمعني نقول بوحنا هدرا، شوف هادشي اللي بينو في الدجاجة كيمشي عباس داخل من هنا في مكناس، الناس ديال مكناس دايرين ما بغاو هاد الموظفين ديال مكناس، هاد المسؤولين ديال مكناس ماشي الموظفين، المسؤولين ديال مكناس دايرين ما بغاو. الحنان هادي 4 شهور ما كاينش، 4 شهور والبس خدمتها ديالك ما كاينش اللي ديالك، كيشدو عليك ويبقاو عليك بالسبان والهضره والنقال. جابوني انا تعاونوا على واحد الكارتي، انا قلت في الكارتي الاول يخلوا فيه الناس ديالهم، الناس ديالهم اللي لاباس عليهم خلوهم تما، وانا حولوني هنايا. علاش حولوني عند الدراويش؟ الدراويش 4 شهور ما تحملش 4 شهور، وكنغوت على هذا الشيء هذا، وكنقول لهم اودي حقا. من بعد كيقولوا لي هما اللي احنا اللي كنحكموا ماشي انت، انا ما كنحكمش، هما اللي كيحكموا. واش فاهمين؟ هما اللي كيحكموا. شكون هذا؟ رئيس المعقل عبد السلام، والمولى السيف جمال، وزيد معاه واحد جوج اخرين، واحد جوج اخرين تيجيو عند المسؤولين ونقول لهم شكون هما وتعدوا. فهمتي؟ دابا انا فين كنت؟ انا كنت في كارتي واحد، علاش جات فيهم شكايه؟ جاو هزوني من تما وهزو الناس ديالو نطلعو من فوق، الناس ديالو ماتين، الناس ديالو نطلعو من فوق. اللي متقدم بهم شكايه جابوني لهنا، جابوني بالعاني هنا باش نضحك 4 اشهر ما كاين لا حمام بلا كامل لا باش تسخن الماكله ديالك ولا حتى حاجه، لا دواء لا طب لا بدا 24 يوم ديال الكريب وما كاين حتى حاجه، ما كاينش اللي يهضر معاك ولا اللي يشوف فيك ولا اللي يقول لك اشنو كاين، يقول لك انا هضر معاهم كيقول لك انا اللي كنحكم. مجرد الحبس ما كيحكمش، الاداره ما كنحكمش، انا اللي كنحكم هنا. انا اليوم من هذا دابا هما جاو من عندي اليوم، نخرج من عندي انا طايح لي طونسيون، ما كيقول عندك 13 طونسيون، انا طايح لي طونسيون، ما كيقول لك 13 عندك طونسيون. لو كيضحكوا عليا واحد شنو قال لي؟ وقال لي هو ناسي اشرف ما عندهاش هذا هذا الطونسيون هذا، سبهني بالمرا فهمتي؟ واحد قال لي ناسي اشرف ما عندهاش هذا الطونسيون اللي عندك انت، وانا غايب ما غايب، والدراري هما اللي دقوا في الباب غايب اختي، والله الا غايب بالله. دابا انا مهلوك بصحتي، دابا مهلوك مهلوك، دابا كنهضر غير بالدراع، غير بالدراع كنهضر، وتعدوا، وكاين واحد اخرين عاوتاني كانوا كيعدوني بهذاك اللي قتلوه، هذاك ارزا اللي قتلوه،
كي هدوني يبهجوا يشدوني وقفوني مع العايد وقالوا لي واعمل عقلك ولا غنديروا بحال اللي درنا الحرزه. اش ندير واش انا حرزه؟ واش انا جاي نحبس انا جاي قاتل شي واحد؟ انا ما قاتل حد، انا جاي مؤدب الحبس ما قاتل حتى واحد، ما معبيها حتى شي واحد، ما تعرف حتى واحد. جاي على رزقي مؤدب الحبس خديته وانا كنضرب على روحي شي عام وانا كنضرب ما كاين لا يشوف فيا لا سماح لا حتى حاجه ما كاين. ايوا تخص هاد الناس هادو ملي كنهضر معاهم كيسميونا حنا شمايت. دخل بحال هكا الشماته، دخل بحال هكا الشماته، حنا شمايت، حنا ماشي شمايت، حنا رجال. حنا سيدنا عاطينا القانون، عاطينا بزاف الحوايج. الناس كتداوى بكورونا وهما هادو هنا كيخنزونا، حنا كيخنزونا ما كاينش. كيقول لك حق الناس كل واحد بعيد على بعضه، راه محيين بعضنا بحال الخروج، بحال الخروج محيين بعضنا. وسمعتيني ولا؟ كنسمعك. وهادشي كامل، وهادشي كامل غير ما كاينش اللي كيتحط فيهم ولا اللي كيسول فيهم ولا اللي كيقلب موراهم. السوبر كيجيبوا لنا غير الماء، ما كاينش اللي كيقول لك اشنو كاين. غير الماء، الماكله غير الماء. وملي بغيت تسخن الكاميرا ديالك ما يبغيولكش. ملي بغيت تسخن الماكله ديالك ما يقولك لا ما ملاح. هما كيجيبوا السوبر غير الماء، غير الماء، ما كاينش البطاطا، ما كاينه، ما كاين حتى حاجه، كاين غير الماء. والعقرة وقاتلات، ما كاين غير القاتلات هادي مورا هادي، ما كاين غير التبليغ ديال العين، هاد الزرق ديال العين. ها بنادم باقي هنا غير تهضر يزرقوا لك عينك، ها بنادم باقي هنا مزرق له عينه هنايا. انا دابا كنخاف على راسي نهضر معاهم. ها انت قبل هادي قال لي بنادم ديك الهضره، قال لي موظف يا حسره، وقال ديك الهضره، قال له التوصيل اللي عنده ما عندهش حتى انا سي عجرم. هو من وليت انا سي عجرم راه مالي، انا وليت انا هيفاء. شوف انا شوف الشباب شباني، وانا دابا وانا غايب. انا قالوا لي ما سمعتوش انا غايب، راه صافي شدت الطوسي وغايب. عاد درت شويه السكر، عاد رجع لي شويه. سمعتني ولا؟ راه بزاف بزاف تحري بزاف، وضربنا هنا 9 سنين بزاف بزاف، تعدوا بزاف بزاف. اللي جا في عيني ما شافوا حتى واحد. وملي كنهضر معاهم كنقول لهم انا علاش حبوتوني هنا، كيقول لك حنا اللي كنحكموا. وملي كتحكموا حبوتوني هنايا، انا راضي بالعباد، ولكن خدمني سخان كاميتي، خدمني عطوني الحمام ديالي، عطوني الحمام ديالي وعطوني كاميتي. انا عايش هنا مع الدراري، مالو مع الدراري هذا غنموت معاهم ولا؟ ولكن هما ما بغاوش. قال لك لا انت علاش شكيتي بينا، غنديروا لك علاش 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 شكيتي بينا. وانا عندي مع الحسابات بلا سنترال، رئيس الناقل عندي مع الحسابات بلا سنترال. قال المشكل ديالو ديال الحشيش. انا وياه وجابني هنا، جانا هنا مورايا وعاوتاني هنا، بدا كيصفي معايا الحسابات نهار الاولي، وكيشد الفلوس، كيشد الفلوس بزاف الناس شد من عندهم وبزاف. وهادشي هذا ما خصش يكون كاع، ما خصش يكون حشومه كاع. نبقاو حنا دابا ساعه نحمقوا الراس ديالنا، المصارن ديالي لاصقين. انا كنهضر غير بالدرع، غير بالدرع، اقسم بالله مزيان على راسي باش كنهضر. هاد الناس هادو ما جبروش اللي حدو، خصوصا هاد الناس ديال المكناس، هاد المدير ديال المكناس ما كاينش اللي عندهم كاع دايرين هنا. ما بغاو هما بينوا في التلفازه قبالتي بان الناس كتاكل بخير كدا، كيضربوا تيليفون بخير القهوه كدا، ما كايناش ريحه القهوه. وهاي بعد الاربع شهور، اربع شهور ما شفناش الحمام بالماء سخون. اربع شهور قريه الماكله كيعطيوها لنا من القريه بحال الكلاب، من المسامر ديال القريه كيحشيو الغراف، والغراف كيشد بنادم تما، عاوتاني يحشيوها في البيتيه، عاوتاني يعطيوها داكشي ديال السبعينات. داكشي ديال السبعينات قديم داكشي، وحنا في 2020 فهمتيني ولا؟ غيبقاو يتعداو عليا، انا ما عندهم علاش يتعداو عليا، يتعداو عليا موش 6 شهور موش 10 شهور بيناتهم معايا، انا لا، انا بعدو مني. تعداو عليا النوبة الأولية والنوبة الثانية والنوبة الثالثة والنوبة الرابعة، خاطر أخرى راه قلعوا لي زرنا وعلقوني في القرية، مسكوت تما دار 18. يوم ما حنا على حالتنا، حنا على دائما غنبقاو حنا هكا، ما قداش بينا يهزونا من هاد الحبس هذا، يهزونا وسالينا، يهزونا من هاد الحبس هذا وسالينا. دابا وساعة هذيك نفس الناس اللي كنتشكى بهم، خاطر هما هادو ديال دابا، زايد غير هاد عبد المولي زايد، نفس الناس. ولكن هادوك الناس هما اللي هما اللي كيعمروا هاد السيد هذا، هما اللي كيعمروا، ما كاينش واحد اللي كيعمروا غير هو. في الحسابات القدامين ديال السنترال، وكمل معايا هنايا، كمل معايا الحسابات هنايا. ودابا انا ما كنكذبش عليك، انا مدرب تاع عميل عقل فين، راه كيجيو كيوزنوني كيقول لك انا فيا، انا فيا 105 الكيلو، غنولي 94، عاوتاني كنمشي نوزن، عاو كنجبر انا 89، عاوتاني غدا كنجبر نفس، كدوز عليا سيمانه كنجبر انا 90، وين هادشي هذا؟ هو انا 89 كتولي 90 ما يمكنش.
وزينه ما واش انا كترجعش اليوم تسعود هنا وثمانين كترجع تسعين، كترجع 90 تسعود وثمانين كترجع 90 يعني هما كيزيدوا لك ويومين في البلاد ديالك. كترجع 90 وكيقيدوا لي بديك الورقه هو كيقيدوا لي داك الشيء هو نيت الطونسيو انا وخبرتي غايب طايح ويقول لك يقول له عنده 13 اش من الطونسيو عندي 13 انا غايب ما نجم باش 13 ولا 14 ولا 15 واش ما دير؟ سمعت دابا انا شويه باقي لي غير شويه باقي لي غير يومين ولا ثلاث ايام نسالي ها هما عباد الله هنا كيقولوا لي واخا يكونوا يهود هادو ما يسمحوش شي بدا ها هما مشاجك مرات كي بدا يقول لك قصبة قصبة عارف شنو قصبة السنسور ديال طارئ وجهي والناس كتقول لك لا انت واكل انت كدير انت كتصنع انت كتعمل انت كتصنع انت كتعمل دابا ساعة شوف انا كنت في انفرادي واحد فهمتيني انا جهه كنت في رادي واحد وقع لي المشكل مع هذا عسلم جا عندي هذا الملصق جا خرجني من الشامبري هددني قال لي انت تشكيت بيا العام اللي فات انت شوف المدير مشى انا غنوريك الحسابات كيفاش عاملين ما دازتش عليا يومين يومين جاب لي جوج موظفين وقفوني مع الحيط فهمتي وقفوني مع الحيط شدوني قالوا لي حقا مالك طاير عليك مالك كذا قلت له ما بدي ساعة لا خاطرني الله يرحم الوالدين قال لك مالك تنفق علينا واش انت هو ارزاق وحنا ارزاق شوف شنو جبنا شنو درنا له وقتلناه وزدنا وزدنا على الادارة الكراد باش ما عندك تكون انت بحالو اذا كنتي بحالو راه غندير لك بحالو وسمع قلت له ما نعطيهم غير ابتسامة انا ما حتى غير ابتسامة غير مني انا بارك عليا قال لي سير سير الله يهديك سير راه غتجيبك هي غتجيبك قالت لي 15 يوم 15 يوم بالحساب انا قلت بلاصتي جا عندي هذا رئيس معقد قال لي وانت غتفكر انت غادي تشوف الحساب القديم ما ديري ولا هز لي حوايجي قال لي سير من السبعه جيت هاد السبعه قلت له واخا مشي السبعه شفت الناس اللي معايا في الكاردي ديالو هما الناس اللي كيخلصوه الله من فوق هاو ما عندي التاريخ ضد كل شيء وعندي شهود على ديك السيد اللي دخل تما عندي كل شيء جميع المسائل عطونا زيرو طلعوا من فوق يعني حتى تينا كون عطيته الرشوه حتى تينا كان يعاملك مزيان هذا الراجل كيمشي غير بالرشوه انا هو دابا علاش كيدير معايا هكا باش نعطيه الرشوه علاش كان عنده يدير معايا هكا باش يصفي الحسابات القدامين ونعطيه الرشوه علاش هو علاش انا عندي الرشوه انا 24 عندي الرشوه نعطيه الرشوه بقى تما تشوف ولا بغينا هما الوالدين ما يعطيوني ولا كذا وانا عندي اختي خدام عليا شكون اللي خدام عليا شكون انا نعطي الرشوه شكون نعطي الرشوه انا باقي لك خير انا نعطي الرشوه انا شديت انا سيدي قلت له واخا انا نمشي مشيت هنايا السي وصل عليا هاد الجوج هادو اللي هنايا شاف كارطي والنهاية ديالو انا نزلت حوايجي مشيت ليه جبت الكاميرا ديالي والدراب ديالي وداو الناس ديالي من بعد قال لك هادو غنحيدوهم ايه ممنوع كاينه شوف الكوسي انا كنمشي نطيب فيهم انا كنسخن فيهم قال لك ممنوع التسخين ممنوع الحمام ممنوع كل شيء هو الجار مشيت عنده قلت له دابا انا نسخن وكذا ندوش كذا قال لك لا ما كاينش انا اللي كنحكم هنايا ملي نقول لك ما كاينش ما كاينش قلت له خصني نشوف المدير بغيت نشوف المدير ما بغاش قال لك المدير سيدي انا اللي كنحكم المدير ما كيحكمش المدير في الاداره انا اللي كنتحكم وقال لي عاوتاني هذا اخرى قلت له سي عبد انا الاداره علاش كتجي عندي انا قال لك الاداره كانت كتوصل لها 50 الف فرنك ما بقاتش كتوصل لها هذه رجعوا كيجيو نتو الى الجوج هذه الهضره كيقولوها الناس هذه الهضره كيقولوها الناس واش الاداره كتشد الفلوس الاداره واش الرباط كتشد الفلوس هو باغي يشد الفلوس راسه هو واش فهمتي ولا ودابا هو محامي عنده شوف عنده اللي حامي عنده اللي حامي هو عنده اللي حامي عنده واحد المدير كيعرف الإدارة أختم بالإدارة كيعيطو لبندريس كيعرفو كيحامي عليه وجمال عنده ولد عم ولد خالتو ولد حبيبو واقيلا ولد حبيبو ولا ولد خالتو كنا العام اللي فات كنا كتبنا دابا كان كيستفزنا دابا هو عاوتاني بدا كي فهمتي لا بدا كي هاديني هاداني جا كيهددني فوق البيت وعندي الشهود وعندي كل شيء وحتى السيارة اللي شدوني عندي الشهود عندي كل شيء واش هادي وانا مش كان شكيت 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 حسيت راسي انا حسبوني انا احمق احمق هما ما خلاوش المسؤول يوصلوا عندك باش ما تديش حقك مرمي دابا انا نصرني راس بين كلشي راس عقلية نفرة وشكون تابك نزيد ولا شكون اللي تابك ما كاينش اللي تابك سمعتني ولا سمعتي
هما دابا عاوتاني جاو خاطر اخرى انا في الموضع ديال المصحه، جاو حيدوني من المصحه ومشاو دوني عند عباد الله، وانا في المصحه وداير لا كريب وما بغاوش يخلوني تما، دوني عند عباد الله. علاش دوني عند عباد الله؟ باش يقول لك حقا هذا ما مكريفيش كيتفلى. هما هيدوني في شي 20 بيوجهم ورايا خرجوني من تما، وعندي شهود على هادشي هذا. وملي هضرت معاه قلت له علاش مخرجني من اخر من دير لا كريب ديالي، قال لك اودي انا بلي كنحكم ماشي انت. واش هادي؟ اي حاجه فيما كنهضر مع هذا الشيء حاجه كيقول لي انا اللي كنحكم ماشي انت، انا اللي كنحكم ماشي انت. اي انت اللي كنحكم، ولكن كاين الاداره كتحكم كثر منك، كاين الملك كيحكم عليكم كاملين بكم. اش فهمتي ولا؟ كتشكيو من دولة ما كاينش، كنشكيو من مدير الجهه وما كاينش، كنشكي انا من تنفيذ العقوبه ما كاينش، اي ما تشكى ما كاينش. قرب قرب انت الكريب صح؟ قرب انت الكريب هما دابا مسامحين بيا 25 يوم وعندي مشاجين كاملين شاهدين عليا هما في البيت. والكارت كامل راه كاين الكارت فيه 120 واحد شهادة كاملين شاهدين عليا. هو دابا غير ديك الهضرة هاد الكارت يتحاسب عليه، هو غادي ناسي أجرام عنده الدم ديالنا، ناسي أجرام ما عندها شي 13 هادي خصو يتحاسب عليها. هاديك بيت حد ذاتها راه كيلعبوا لي على النفس ديالي، وأنا ما سمعتوش، أنا كنت غايب وكنت سمعتو ما غنتفكش معاه، ما غنتفكش معاه، واخا يقتلوني ما غنتفكش معاه، ولكن ما سمعتوش. خليه يعمل اللي بغا، فهمتيني ولا؟ هما دابا هنا بتولاو جوج في الكناس دايرين معاشهم، هنا في الكناس عبد السلام والعصابة ديالو، عبد السلام والعصابة ديالو دايرين معاشهم. استغلوا هاد كورونا، ما كاينش المسؤولية، استغلوا هاد كورونا ونادو كيديروا هادشي هذا، استغلال كورونا. الناس الرسول صلى الله عليه وسلم كيوصي، الملك كيوصي كيقول لك تحنوا مع بعضكم، وهذا ما بغاش يتحنوا معنا. هادو هما كيتعداو علينا، سمعتونا غير التيسع، هما كيتعداو علينا. استغلوا استغلال، شتي استغلوا هاد المرض اللي كاين في المغرب، ما كاين لا مسؤول لا حتى حاجة دايرين، ما بغاو هنا ما بغاو. وإذا بغاو يجيو عندي أنا بالضبط ونخرج لهم حتى 200 الناس يهضروا معاهم، حتى 200 الناس يقولوا الصراحة كاملة. هاد السيد هذا من نهار اللي جانا الحبس هذا هو داير ما بغا، هادي 8 شهور هو داير ما بغا. داير ما بغا، ما كاينش اللي حسبه ولا اللي يقول لي اش كدير فلان. وانا ما بغا درك عليا، انا طفت في الحبس، اما شي يتعلم فيا هو عاد خرج 2009 عاد دخل للحبس، عاد دخل للحبس موظف الحبس يجي يخرج عليا انا. اذا وقفت مع عائلته باش ولا رئيس المعقل وكذا، راه كاين حنا حتى حنا عندنا الملك، عندنا سيدنا، عندنا كلشي حتى حنا، كلشي عندنا، والرشوة والزمار، كلشي 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 لا دابا دابا نتحدى دابا دابا نتحدى دابا دخلوا الديني كون انا ما بقات لا رشوة لا هم يحزنوا، اسمعني بقات لا رشوة لا هم يحزنوا اختي والله. اي هاو دابا غير مع بعضهم كياكلوا يبردوا الغدا يكفينا، كياكلوا مع بعضهم يبردوا الغدا يكفينا. اما داكشي اللي شفتو في الباز قبيلاتي غير كيهضروا وكذوب، غير كذوب. هادوك شي حاسة اخرى ما هذا ما كاينش، وجاب الاخرية ما كيعطيوهالكش، كيد الاخرية ما كيعطيوهالكش، كيد الاخرية إذا ما كنتيش عندك أنت جين عندك والدك راه ما تجيبش الكيد، ما كانوش عندك والدك ما تاكلش شي حاجة، إذا كنوطا ولا شي حاجة ما تاكلهاش، خصك تكون يجي عندك والدك، ما كانش ما كاينش اللي يعطيك، فهمتيني ولا؟ عندك شي والد إيش محقور؟ محقور محقور ما تسالش ما تسالش ما تسالش. هما دابا أنا أنا قلت لك أنا طحت اليوم، طحت أنا طحت وأنت كتشوف دقوا الدراري في الباب جاو موظفين مشاوني عندي. واحد شنو قال؟ على اللي قالوا لي الدراري قال لك اسيدي حقا، قال له علاش خرجوا من المصحة وقت يبقى في الطبيب؟ هو داير لك قريب، قال له مادام خرجوا هنا راه الزلمة ما بقاش داير لك قريب، راه خصو ياكل وصافي، باغا يوكلني، فهمتي؟ باغا يوكلني. يا اخر عاوتاني عاود شنو قال؟ قال له الدراري قالوا لي حتى وزن لك ويعمل لك طونسيو ويعمل لك كذا، اخر مشى قرا تما بقى 13. انا كنقول له مع عباد الله انا غايب، هو كيقول لي 13 واش هذا كيتسلى ولا مالو هذا؟ ناض عاوتاني خرجنا معاه، خرجوا مع الباب، خرج مع الباب الاخر قال له شحال عنده؟ قال له 13، قال له ودي ويلي حتى 13 ثاني سي اجرا ما عندهاش الدم ديالك 13 توصي 13. هادي هضره كانت قال هادي يا نوري ريت البارح عاود واحد الموظف ليه هكا كيقول لي عينك بقاو فيك غير العينين. انا قلت له سرها قال لي بقاو بك على عيني، قلت له سيري وهذا سير بحال تعطيني التيسع، تعطيني التيسع راك انت ما شراش، تعطيني التيسع حتى مشاجن، هما سمعوني مشاجن شاهدين عليه،
وكيقولوا لي كيقولوا لي شهدوا معاك راه شفت كيقولوا لي وما كيقولوا لي شهدوا معاك قلتيني ولا وبزاف خطره خطره مشى كيسبنا خطره خطره تعدى علينا ما عرفتش لما تعدى علينا صرفت صحابه تعدوا علينا المولى شاف توصل الاداره اللي بغا اللي بغا كيوصلوا له اللي ما بغاش ما كيوصلولهمش كيوصل له اللي بغا وضعت معاه على بيدك بلاص يا جماعه راه وقع لنا المشكل مع بعضنا راه الله عليك ما تشوف المشكل عيط ما تشكل وما عيط كذا واش هذا عندهم على برا عندهم الناس ديالهم على برا كيعطيوه هو عايش بيه راه هو واحد مشيت سولتو واحد ولد المدير مع اعتقل معنا انا قلت له دابا سي اسلم دابا هذاك علاش خليتيه تما وانا هزيتيني من تما حكار ديالي زعما قال لك حقا هذاك ولد المدير هو جاي على الغدرة قلت لك حقا هذاك ولد المدير قلت له هذا هو ولد المدير انا ولد الملك ولد المندوب ولد الاداره انا راه كبير في الاداره قال لي لا ما كنعرف حتى حاجه انا اللي كنحكم ماشي انت ودينا الشيطان دينا عند المدير ما بغاش ها هو دينا عند المدير ما بغاش كيقول لك لا ما تشوفكش من المدير انا اللي كنحكم في الاداره ماشي المدير المدير احنا ما عرفناش واش المدير اللي كيحكم ولا هذا هما دابا شفتينا هاد الشيء كامل استغلوا على كورونا كورونا استغلوا جبروا بان العائله ما تعديش ممنوع العائله تجي ممنوع المحامي يجي ممنوع البوليس يجي ممنوع هذيك الاداره ما كتجيش كنهضر معاهم غير المسائل ها هما دايرين ما بغاو دايرين السيبة هنا دايرين السيبة عصابة مع بعضهم عصابة ونحسبهم بواحد بواحد ونخرج عباد الله اللي مزرق لهم عينهم واللي مطرطق لهم راسهم وكل واحد شنو داير وانا ما خصنيش نتعدى صوفيا انتهي توقيت المكالمة اخي لها دقيقة واحدة شبيبو عيطة للصندوق المكالمة سمعتوا خوتي المغاربة العالم الجمهور ديال السلاوي الحبيب العزيز الله يجازيكم بخير اللي سمع هاد الفيديو هذا واللي شاف هاد الفيديو هذا يبارطاجيو معنا باش اخونا رشيد البوعناني يتنقد مسكين من هاد المحنه ومن هاد العذاب اللي هو فيه خويا البوعناني انا كنعرفو ملي كنت في السجل المركزي ثلاثه ديال المرات وكنت كنمشي لتما لقيتو معاشر مع النيني محمد الوزاني وكان تيعامل وكان تيتهلا فيه وكان ما خصو حتى شي خير وكان وجه خير دابا مسكين دار الدورة دار 24 عام ديال الحبس من المؤبد ما طالب حتى شي حاجه اللي هي خياليه ولا شي حاجه اللي مستحيله طالب شنو طالب طالب مسكين الحمام ديالو 4 شهور قالك ما مشاش للحمام وطالب يسخن الماكله ديالو اذن هادشي راه من حق اي سجين الدوله والمندوبيه وسيدنا هو اللي مخول لي هاد الحقوق ديالو كيفاش هاد السيد هذا غيجي كان معاه في السجن المركزي راه مسلم تنعقل عليه كان ديك الساعه باقي ماشي رئيس المعقل ها هو كان وقعوا معاه شي مشاكل معاه ها هو دابا مشى لتولال ولا رئيس المعقل ها هو دابا تيصفي معاه الحسابات بحال اللي وقع مع خويا حسن الجاوي مسكين مع المدير الحمري ها هو عاوتاني نفس الحاله نفس العذاب نفس المعاناه السيد هو دابا اليوم تقريبا دابا راه كمل 30 يوم يضرب عن الطعام وباش نفيدكم اكثر حتى البارح ملي شافوا الاخت ديالو هضرات في شوف تي في اليوم بالضبط مشاو هزوه وعدوه للمصحة اما كانوا هزوه وطلقوه خرجوه من المصحة كندير اضراب عن الطعام حيت اللي كيدير اضراب عن الطعام اخوتي المغاربه كتبقى تخرج منه واحد الريحه كارهه المصارن ديالو كيخنازو ما كتبقاش تدخلو من الماكله كيبقى يدخلو من الماء والسكر داكشي بالوقت المصارن ديالك والدات ديالك كتخناز كتبقى تخرج منك واحد الريحه خايبه تيهزوك مع الناس اللي معاهم في الغرفه وتيدوك للمصحة وتيتبعو معاك فوق هادشي كامل كيزورو ليه الطانسيو كيزورو ليه سميتو الضربة ديال القلب كيزورو ليه الميزان والسيد غادي تيدخل في اضراب عن الطعام طويل والطانسيو غيبدا يطلع ما عمرو غيطلع كيهبط الميزان غيبدا يطلع ما يمكنش كيهبط هما كيطلعوه الدقات ديال القلب كيكونوا ناقصين هما كيقدوهم ديما كيزوروا له في الوراق هادشي علاش كيستغلوه بمناسبه هاد المرض ديال كورونا هاد الوباء الخبيث الله ينجينا وينجيكم جميعا نادو هما حبسات الزياره حبسوا المسؤولين ما كاين حتى شي واحد اللي كيتحرك لداخل السجون كلشي خايف على راسو كما سمعتوا في الاوديو هو هما كيستغلوا هادشي هذا كيصفوا الحسابات مع الناس اللي عندهم معاهم مشاكل وسمعتوا السيد كياكد خويا رشيد البوعناني كيقول لك حيت شكا بهم العام الاخر مشى داك المدير الاخر اللي كان تمايا
شكا بهم المدير خدا له حقه، دابا جا مدير واحد اخر وجا رئيس معقل واحد اخر ها هو تينتقم منه، كيقول له ما كاين لا مدير ما كاين لا اداره لا والو. قال له انا بغيت الاداره تجي عندي، راكم سمعتوا. كيقول له الاداره خصها الفلوس. قال له واش الاداره كتشد الفلوس؟ راكم سمعتوا الاوديو كامل بالتفصيل. لهذا انا كنطلب من المسؤولين، كنطلب من المندوبيه، كنطلب من السي تامك، عنده مفتشين ديالو، كاين السي المسؤول على السلامه والتغذيه ديال السجناء، حتى هو خصو يدير خدمته. تقارير كيمشيو مزورين، نقدروا نقولوا مثلا الا ما وصلهمش الميساج في التقارير كلها مشات مزوره، كاين الاعلام. راه البارح حضرت تشوف تي في مع الاخت ديالو، واخا مسكينه عندها الاسلوب على قد الحال، ميساج على قد الحال. اختو اتصلت بيا، ولد اختو، صيفطوا لي هاد الاوديوات وصيفطوا لي هاد المسائل هادو والتصويره ديالو برقم الاعتقال ديالو بكل شيء. ها نتوما اخوتي كتشوفوا هذا رقم الاعتقال ديال تولاد جوج، ها هو 11631 البوهناني رشيد، وهذا راه شمالي ولد تطوان تنعرفوه، راجل ودوز معنا الحبس وما عمرو كان تيدير مشاكل لا مع مساجن ولا مع موظفين، انسان بخير. حشومه هادشي، هادشي ما خصوش يوقع في المغرب، حنا راه مسلمين عباد الله، راه هادشي ما خصوش يكون. واش حنا فيما نعالجو حاله تتجي حاله، نعالجو حاله تتجي حاله؟ راكم سمعتوا كلشي في الاوديو، لا من يسول ولا من يبحث ولا من يدقق ولا والو. السيد اليوم كمل 30 يوم في اضراب عن الطعام. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. انا تنطلب من الجهات المسؤوله الله يجازيكم بخير، المندوبيه، التفتيشيه، الله يرحم الوالدين الا ما تدخلوا ديروا خدمتكم. هادشي راه ماشي معقول، راه هو وضح كامل داكشي اللي غنوضحوك لكم انا بكلامي كما العاده، هو راه وضحوه في الاوديو. الناس كيستغلوا السلطه ديالهم وكيستغلوا المنصب ديالهم وكيستغلوا النفوذ ديالهم باش كيقتلوا ولاد عباد الله. وكما سمعتوا ما عمرو كان قتال، ما عمرو قتل شي واحد، ما عمرو قرن شي واحد، ما عمرو دار حتى شي حاجه. مؤبد كان عنده على من مخدرات حتى هو تهريب، وعندو كان عنده شي مشاكل مع شي حريفيه كبار، ناضو طبخوا له هاد الماكيده هادي وصيفطوا بمؤبد. علاش؟ باش ما يبقاش في الزنقه، مضيق عليهم في السوق. ورغم ذلك هو مسكين صابر وملتزم وتيدوز حبسه بما يرضي الله. هادشي حشومه يوقع وديما هادشي كيوقع، ولكن دابا عاوتاني حاله اخرى. فانا كنطلب منكم الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير، دخلوا دخلوا ثم دخلوا نصفوا خدنا السجناء اللي مظلومين واللي محقورون واللي مقموعين، هادي راه دولة الحق والقانون. وتيسير ملك شاب الله يكثر خيره، وحنا ما بغيناش هذا الشيء يبقى يوقع في السجون، الناس كتموت. وراكم سمعتوه تيهددوه برايم انزا الله يرحمه، كيقولوا لي الا ما دخلتيش السوق راسك ولا ما حشمتيش غادي نديروك بحال اللي درنا لبرايم انزا. وبرايم انزا راه قتلناه بالقرطاس وراه خدينا عليه كراد، إذن هادشي ماشي معقول يكون في المغرب. والله مو من هذا منكر، الله مو من هذا منكر. أنا بعدا كاينة لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللسان ديالي عجز باش نبقى ديما 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 هاد المشاكل في هاد السجون في المغرب. هادشي ما بغاش يتبدل، راه حنا في 2020 زعما وفي حقوق إنسان والبلاد تطورات وزادت القدام وبغينا بلاد زادت القدام، ولكن ماشي بهاد الأساليب الخبيثة هادي. سيد بغى الحمام وبغى يسخن الماكله ديالو وعادي، واخا زرفوه من البلاصه ديالو كان في شامبري مزيان مع ناس لاباس عليهم وعايش معاهم وبخير، وداو عند ناس بوفريه قال ما كاين مشكل، ولكن باش تقتلوه راه ماشي معقول. فانا كنوجه النداء وثم كنوجه النداء وثم كنوجه النداء، وفي خاطر الرجال ديال المغرب كامل اللي متبعين السلاو تنطلب منكم تبارطاجيو معايا هذا الفيديو الله يجازيكم بخير. وانا سنحييكم من البربر وتنكبر بكم، وانا خوتي مازال غنزيدكم الجزء الثاني عليه، علاش؟ نظرا خصني نعس باش نمشي نوض بكري ونمشي للخدمه ديالي. وانا تنطلب من الجمهور ديالي مسكين راه مطالبني وديما مطالبني باش نعاود قصص الاجرام، وفي هذه الحاله خوتي كي غادي ندير نعاود قصص الاجرام؟ وانتم عارفين قصص الاجرام انا عندي طوال، تنحط لكم داك الشيء بالتفاصيل بلي ديتاي بالنهار بالشهر بالتوقيت بكل شيء باش تكون القصه على احسن ما يرام. وباش انا كنرتاح معاكم كنفوج معاكم شي شويه، هاد الناس ما خلاوناش نفوجوا. اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر، اللهم من هذا منكر. وما يعادونا الجزء الجاي ان شاء الله، وغدا ندير لكم الجزء باش نفهمكم كل شيء ان شاء الله ونوضح لكم كل شيء.